السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الكلاش ماتريكس. الكلاش ماتريكس يعني ايه؟ انا ببدأ اشوف ايه العناصر اللي انا لازم افحصها، تمام؟ يعني بداية هبدأ اشوف كل سيستم مع نفسه، الانشائي اتأكد ان مفيش حاجة خبطة في حاجة، المعماري كذلك، يعني مفيش مثلا باب نازل في قلب الفلور، دي لو شفناها يبقى كده في مشكلة. مفيش مثلا ضغط تكييف خابط في انشائي. المفروض الكلاش سكشن دي بنعملها مثلا مرة كل أسبوعين مثلا أو مرة كل شهر، ما نستناش لآخر المشروع، لأن لو آخر المشروع هتلاقي كمية كبيرة جدا وممكن تاخد ضعف الوقت اللي أنت صممت فيه في إن أنت تقعد تحل الكلاشات. وأبدأ أحدد كده، أنا بالنسبة لي أهم حاجة إيه؟ أهم حاجة مثلا التكييف مثلا مع الإنشائي مثلا، تمام؟ ببدأ أدي أولوية، وفي بعض العناصر أقول إنها مش بنفس الأولوية. لو جينا نبص كده، ده مثلا كلاش ماتريكس أوفر فيو، دي العناصر ونفس العناصر كاتبينها فوق. ببدأ أشوف الإلكتريكال مع الإلكتريكال، الإلكتريكال مع البلامنج، الإلكتريكال مع فاير، والإلكتريكال مع أرتكشر مع الاستراكشر. ممكن أدي ألوان إن الحاجة دي ما فيهاش هزار، لازم تتحل، تمام؟ الحاجة التانية أقل شوية، وهكذا تقدر تدي ألوان. انا بدأ اشوف كيبل تري مع كيبل تري، الناس عملوا كويس وطلع زيرو. كيبل تري مع الهانجر في 8، غالبا هتبقى اي كلام، يعني غالبا بيبقى مثلا المفروض حاجه تزاح بسيطه، انما هو المفروض الهانجر بيحيط بالكيبل تري، بس ساعات ممكن يكون خابط في هانجر تاني مع اللايتنج، وهكذا تبدأ تشوف دي ورقه المفروض ان انت تبعتها بالكليشات اللي موجوده في المشروع ده، باين عليه مشروع صغير خالص، تمام؟ لأن الأرقام يعني تقريبا أكبر رقم كام في 24 ساعات بيطلع بالألفات، تمام؟ فهي الفكرة كلها إن أنا ببدأ أعمل كلاش ماتريكس أوفر فيو، وأبدأ أشوف الكلاشات موجودة فين، وطبعا كل واحدة من دول بيبقى فيه صور ليها ومكانها فين وكل الحاجات ديت، فيها 30 كلاش.